ايه يا روحي؟ عملتي روحي ده بيشتكينا في البوليس، ده طالع في جربت ريسبي جديده. واو، تعالى بس سلم على طنط طنط خلاص الاسبوع وبعدين عندي ميتنج. طب بس تعالى سلم على صاحبتي. اوكي الو، ازيك يا عموري؟ ازيك يا عمي؟ ايه يا عموري كبرتي يا رملة؟ ايه يا عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ انا ازيك ايه؟ رجعت امتى من ايطالي؟ بقالي شهرين. اه والله خلصت دبلومه خلاص؟ الحمد لله خلاص تمام. نايس، برافو عليك. انت ايه اخبارك؟ بقالنا مده ما شفناكش. انا كويس، شغل بقى وكده يا طنط. كله حلو؟ اه الحمد لله. وانت اختفيت ليه؟ ايه اتجوزت؟ لا لسه بدري يا طنط. لا لازم تتجوز، عندنا عرايس حلوين اهو، مالكش حجه بقى. يعني انا مش عايز اضايقها بس هتغير بقى وتتضايق وكده. لا 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 سيبها لي انا، سيب لي مامي انا. مالك دريه؟ انت كويسه يا حبيبتي؟ دريه بتهبط على فكره. مالك بتشربها حبه ميه؟ دريه انت كويسه حبه ميه؟ ماما دريه يا حبيبتي محمد بخلل بسرعه. اشربي ميه. ماما اشربي ميه. ماما مالك؟ ما تخافش حبيبتي. مالك بس حبيبتي ايه اللي حصل؟ اشربي حتى ميه. ماما يا جماعه في دكتور هنا، نرفع لها رجلها. دكتور تمام؟ ارجوك بس ارفعي رجلها. ارفعي رجلها عشان تعرف تتنفس لو سمحت. رجلها بس كده حبيبتي قلبي، شكلها عبط خالص، اتفرت جدا. لا لا ده ضعيف جدا، لازم تروح مستشفى حالا. خليكوا معايا. على مالكوا؟ على مالكوا؟ على مالكوا بالراحه بس. دريه يا حبيبتي براحه براحه. بسم الله ربنا يستر. تعالي يلا بينا. على فكرة أنا كلمتك كذا مرة وأنت ما بتردش، يا ريت تكلمني.